السلام عليكم. اقدم الاول نفسي، يا دكتور احمد جمال، مدرس مساعد جراحه عامه في جامعه اسيوط. في البدايه الاول احب اشكر اساتذتنا في القسم البطنه والمنظمين بتاع جمعيه الايجيبشن سيرولوجي اسوسيشن على الدعوه الكريمه ان احنا بارتيسيبيت في ذيس جريت كونفرنس. تم الاستاذ الكبار اخص بالذكر الدكتوره استاذتنا الدكتوره فاطمه ابو بكر، الدكتوره غاده عبد الرحمن، الاستاذ الدكتور خالد يوسف، الدكتور غاده الصغير على الدعوه الكريمه. هنتكلم زي ما قال استاذك دكتور مصطفى عن الاندوسكوبيك نيك سيرجري، ودي اول ذا فيرست اكسبيرينس فور اس ان ابر ايجيبت. انتروداكشن، السيرجكتوم ريمينز وان اوف ذا موست كومونلي بيرفورمد سيرجيكال بروسيجرز. Conventional cystectomy entails skin crease incision in the neck, which causes permanent scarring. This, the cosmetic impact of the scar can be significant and can affect the quality of the life of the patient. And the incision sometimes may develop to complications as dark scar, hypertrophic scar, or keloid formation. This especially so in the female population. طبعا كلنا عارفين ان thyroid disorders more common في الفيميلز، جويتر عموما. فبالتالي المشكله السيرجيكال او الكوزميتيك امباكت على الفيميل بيكون مهم جدا، خصوصا السكار بتاع الثايرويد بيكون في اكسبوز اريا في النك. فبالتالي this especially so in female population in whom thyroid nodules are more common with conventional cystectomy leaving depleting neck scar. The pursuit of better cosmetic outcome has driven surgeons to shorten or eliminate the incisional scar in the neck. دي يمكن بعض الصور. انا خلاص يعني فكره الكوزميزس طبعا دلوقتي هي حاجه مهمه جدا خصوصا بالنسبه للفيميل. فبالتالي احنا دلوقتي ده دفع السيرجنز انه يدوروا على نيو تكنيكس نحاول نقلل السايز بتاع السكار او ان احنا نبعد خالص عن السكار في النك. دي بعض الصور بتاعه الانسيشنز بتاعه السيرجكتومي. في طبعا ادينا زي ما شايفين في سكار كبير في النك، ساعات في كومبليكيشن زي الهايبرتروفيك سكار، كلويد سكار، طبعا ليها كوزموتيك باد بالنسبه للفيميل. فمن هنا بقى بدا التفكير في ان احنا تو امبروف الكواليتي اوف لايف فور ثايرويد سيرجن بيشنت. فذا ستارت اوف اندوسكوبيك نيك سيرجري فور اشيفينج كوزميزس نيور سيرجيكال تكنيكس ار بينج فاليديتد. ذيس ار ديفلوبد يوزينج اندوسكوبيك انسترومنتس اند هاي دينسيتي تلسكوب ويتش هاف الاود سيرجنز تو ميك smaller incision and take the line of incision away from the exposed parts of the body. This called what's called the endoscopic cystectomy. The definition بتاع endoscopic cystectomy هو the use of any surgical or instrument زي التلسكوب for to minimize the incision or to remove the cystectomy or thyroid. The first case was reported by Gagner. He performed the first case of endoscopic surgery. It was parathyroidectomy in 1996. And followed by Wichard et al., who described the first endoscopic cystectomy in 1997. Since that time, various minimal invasive approaches have been described. And they are, the approaches for endoscopic neck surgery are generally classified into two techniques or two approaches. Fee, a direct or cervical approach, which is called a minimally invasive video assisted cystectomy, or what's called the اختصار بتاع الميفات. And the next, the second approach هو الاكسترا سيرفايكال ابروتش. احنا عندنا طريقتين، اما ان احنا نشتغل دايركت على الثايرويد في السيرفايكال ابروتش بس من خلال سمول انسيجن، واقدر اخش من خلال الانسيجن ده بالالات بتاعتي واشيل الثايرويد عادي، او ان انا ابعد خالص عن منطقه النك وهو في اكسترا سيرفايكال ريجن. وده الترم اللي بيتقال عليه دلوقتي السكارلس اندوسكوبيك سيرفيكتومي، يعني مفيش اي سكار في النك. هنتكلم عن الميفات او اللي هو المينيمال انفيزيف فيديو اسيست سيرجكتومي. It's a direct cervical approach in which small incisions are made in the neck area and thyroid gland is exposed directly similar to the conventional cystectomy but with the use of endoscopic instruments. It may be regarded as truly minimal invasive but the incisions are generally smaller than the conventional approach and the amount of surgical dissection is less. زي ما قلت ان هو دي حاجه بنستخدم فيها فيديو اسيست سيرجكتومي من خلال سمول انسيشنز في النك، بنستخدم نفس الالات بس الادفانتج بتاعته على الاوبن العاديه طبعا بيبقى فيري سمول انسيشن في النك حوالي 2 سم. الحاجه الثانيه طبعا في ليس ديستكشن وبالاستخدام كله عن طريق الالات.
لكن ستيل برضو البروبلم اللي خلت الامور الجراحين او يفكروا في نيور تكنيكس ان ستيل في زير سكار ان ذا نيك. سو ذيس ديفلوب ذا نيور which is scarless endoscopic cervicectomy via extra cervical approach which involves having incision outside the neck area. احنا هنا بنشغل incision بعيد خالص عن الرقبه في hidden area بحيث ان انا اقدر اشيل الثايرويد من يبقى العيان ما فيش اي سكار في النك. The main advantage of this approach is that there is no visible scar in the neck, scarless. However, لكن في هذا التكنيك الكريتيزم لي ان هو being maximum invasive. اساسا احنا بنعمل being extensive subcutaneous resection is required in this approach. دي الابروشز اللي بيستخدمها في الاكسترا سيرفايكال. في بداوا في الانتيريور او تشيست وول ابروش بنخش من خلال تشيست وول. نيكست في ترانس اكزيلر ابروش من خلال اكزيلا. في اللي هو التكنيك اللي هو الاكزيلو بريست بالستاتس اثبت انه افضل واحد اللي هو بيبقى في هايبر ابروش من خلال اكزيلا والبريست. في ليس اندر ستاتس بوست اوريكولار اند ترانس اورال ابروش. سو ذا نيكست كويستشن فور اس is what about اللي يهمنا طبعا هو هل احنا هنهتم بالكوزميس على حساب السيفتي اوف ذا بيشنت؟ لا طبعا. يعني المهم ان انا احقق ان انا اذا قدرت ان انا احافظ على العيان. طبعا احنا عارفين السيرجكتومي وان اوف ذا ميجر اوبريشنز والريسك بتاعها هازاردز فور ذا بيشنت. فيهمني جدا السيفتي. اذا قدرت احقق مع الكوزميس فانا كده بقيت ايدل. دي صارت عملت سيفر ستادز عملت على موضوع الاندوسكوبيك سيرجكتومي. دي وان اوف ذا ستادز ووز كارت اوت ان انديا to evaluate the endoscopic cervicectomy via axillopressed approach over 27 patients. This study was carried out between in 2017. 27 patients for who some 22 hemispherectomy, 3 total cervicectomy, and 1 completion cervicectomy. The results they showed that no evidence of recurrent laryngeal nerve injury was observed in any case. However, there was temporary hypocalcemia in about 4 patients which managed by medical treatment. So they recommend endoscopic thyroidectomy via axillary pressed approach as a treatment for nodular thyroid disease with excellent cosmetic outcome. Another study was carried out in Singapore. Also over 13 patients in 2020. The study was published in 2020. And they also recommend that scarless endoscopic cervicectomy offers distinct cosmetic advantage and patient satisfaction with acceptable morbidity rates. Another study was carried out in India, and all of them recommend that, or they conclude that there is no comparable or no significant difference as regarding the rate of complications in the form of recurrent laryngeal nerve injury or hypoparathyroidism. So we decided to start this work in endoscopic neck surgery at our Aalto University to keep up with this progress in thyroid surgery. We performed the first experience for us in Upper Egypt. For the first time in Upper Egypt, we organized a workshop about endoscopic neck surgery at General Surgery Department at Aalto University. In this workshop, عملنا ورش عمل كان في الشهر 9 اللي فات بحيث ان احنا ندخل موضوع التكنيك بتاع الاندوسكوبيك نيك سيرجري. ف وي بيرفورم تو اندوسكوبيك نيك سيرجري. ذا فيرست وان كانت عباره عن اندوسكوبيك رايت هيميسيرجكتومي فيا لاترال اكزيلو بريست ابروتش فور كيس اوف رايت سوليتري كولويد نديول. اند سكند وان ووز اندوسكوبيك سيالو ادينكتومي فور كيس اوف سب مانديبولار سيالو داس. بس يعني الفكره مش سيالو بس, كمان ممكن اشتغل السب مانديبولار سليفري جلاند او سليفري جلاندز. دي يمكن صوره البورشور بتاعه الوركشوب اللي عملناه. دي اثناء صور اثناء الوركشوب. يمكن احنا تيم ورك في الموضوع الاسكوبيك مع برئاسه الدكتور مصطفى عبد الغفور ومعايا استاذ الدكتور محمود ثابت. ده كانت البدايه, بس كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نستمر تشالنج اوف كونتينيتي في الشغل بتاعنا وان احنا نكمل في شغل الاندوسكوبيك ثايرويدكتومي. In January 2022, we performed at General Surgery Department at Aalto University the first endoscopic hemithyroidectomy via unilateral axillary approach for female patient presented with right solitary thyroid nodule measured about 3.4 centimeters in size. The preoperative FNAC revealed to be colloid nodule, and the results were excellent regarding safety of the patient, cosmetic outcome, and post-operative pain. This picture of the patient, intraoperative, and under general anesthesia, showing for us this is the thyroid nodule, right thyroid nodule, and these are sites, port sites in which we introduce ports for removal of thyroidectomy away
from the neck area. The next step then we perform in هبشرح بعض الستبس بتاعه الاوبريشن احنا بنعمل بعد ما بنعمل البورت زي ما شفنا اماكن البورتات اللي بندخل بيها في الـ في الـ في العمليه بعد كده بنبدا نشتغل سبكوتينيوس ديسكشن زي ما احنا شايفين كده ده السبكوتينيوس تيشو بنستخدم الليجا شور بعمل سبكوتينيوس لحد ما اوصل للامبورتنت لاند مارك بالنسبه لي الا وهي الاسترنوكليدوماستويد مسل زي ما نشوف في الصوره دي طبعا صوره بدات تبان الاسترنوكليدوماستويد مسل فايبر تندون بتاع الاسترنوكليدوماستويد مسل Then this picture of the thyroid nodule. Obvious, طبعا الميزه بتاعه الاندوسكوبي بتحقق الامور كلها ماجنيفايد فده بالعكس بيسهل عليك جدا ان انت تعرف ايدنتيفيكيشن الاستراكشرز برضه من المهم الستبس في المهمه في العمليه ان اللاند ماركس مهمه الا وهي الايدنتيفيكيشن اوف ذا تراكيه لازم ابين التراكيه زي ما احنا شايفين دي المفروض دي التراكية الوايت ستراكشر احنا عملنا ديستكشن حواليها لحد ما ظهرت لنا التراكية تمام بعد كده الخطوه المهمه بالنسبه لنا او اللي بنخاف نقول لنا منها الا وهي ايدنتيفيكيشن اوف ذا ريكرنت لارينجيال نيرف عشان ابقى مطمن ان ما فيش اي ان انا معوروش زي ما احنا شايفين دي الصوره ممتازه واضحه باين فيها انه الريكرنت اللي احنا بنشوف في الاوبن تكنيك حاجه رفيعه جدا ده هنا بيبان ماجنيفايد ده ريكرنت لارينجيال نيرف ودي هنا باينه قدامنا دي الانفيريور باراثايرويد جلاند فبحيث ان انا اقدر اعمل لهم ابريزيرف ذيس امبورتنت ستراكشرز ذيس بيكتشر افتر ريموفر اوف ثايرويد نيدول ذيس شوينج ذا بورت سايت ستراكشرز اواي كومبليتلي فروم ذا نيك اريا ان ذا اكزيلا ويتش از هيدن اريا اند ثايرويد كومبليتلي ثايرويد نيدول كومبليتلي ريموفد This thyroid nodule, okay. دي أثناء يعني تيم أثناء ما إحنا شغالين. This sort of patient one week post-operative. شايفين ما فيش أي النيك أريا كلها فري من أي سكار، ما فيش بين، ما فيش إمفيزيما، ما فيش إديما. دي ماجنيفايد دي السايتس بتاعت السكارز ده after one week دلوقتي completely والحقيقة أنا كانت بصراحة يعني ساتسفايد جدا بالتكنيك. Then we operate second case after it was endoscopic parathyroidectomy. It was done via also unilateral axillary press approach for female patient 45 years old present with primary hyperparathyroidism. The preoperative serum calcium for the patient was 12 milligram per liter. The parathormone level was shooting 256 and the preoperative system maybe scan revealed right inferior parathyroid adenoma. So the decision was to perform endoscopic right inferior parathyroidectomy. And this picture of the parathyroid glands, a parathyroid adenoma intraoperative, it's magnified, and in adjacent to it, behind it, there is the recurrent laryngeal nerve passing behind it. Yeah, it's an operation. دي صورة البيشنت بوست اوبراتيف ده السايت بتاع الدرين اللي احنا حطيناها مفيش اي سكار في النيك وده طبعا بالنسبه لعيانه يونج ايج كانت بالنسبه لها حاجه في اكسر زين بوست اوبراتيف سيرم كالسيوم ليفل فور ذيس بيشنت ريتيرن تو ليفل نورمال 8.6 مللغرام بوست اوبراتيف باراثرمون بعد ما كان 260 بيوصل ل 27 نورمال and the post-operative histopathological examination revealed to be parathyroid adenoma. Finally, home message. I want to say that scarless endoscopic thyroidectomy offers excellent cosmetic outcome compared with the conventional thyroidectomy. Its benefits are best appreciated when the patient is appropriately selected for the procedure and performed by trained surgeon in endoscopic thyroidectomy. This new surgical technique, لازم عارفين كلنا ان لسه ده still في البداية, in the start, in the early stage of learning curve, with many surgeons still lacking sufficient clinical experience. Thank you.